قناة جنة تي في تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يقول الله عز وجل: فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل. فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أي أولا تبدأ بالعلم يا عبد الله، بعد ذلك يأتي العمل، لأن العلم يصحح العمل ويصحح القول ويصحح الفعل. كيف أصلي، كيف أصوم، كيف أزكي، كيف أحج، كيف أعبد الله عز وجل، لا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم النافع. فجماع هذا الدين أمران: أن لا نعبد إلا الله، وأن لا نعبده إلا بما شرع، ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالعلم النافع. أن يعرف العبد ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، فيخلص العبادة بجميع أنواعها لله عز وجل. وأن يعرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فيصدق خبره ويمتثل أمره ويجتنب نهيه، ولا يعبد الله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فيجتنب البدع كلها. وأن يعرف دين الإسلام بالأدلة، فيعرف ما يجب عليه قوله، وما يجب عليه فعله، وما يجب عليه تركه، وما يجب أن يفعله كيف يفعله، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم. ولذا قال الله عز وجل: وقل ربي زدني علما. فلم يطلب الله عز وجل، لم يأمر نبيه أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم النافع الذي تحصل به معرفة الدين والعمل به، فإن في ذلك الفوز والفلاح والسعادة. لأن العبادة إذا كانت مبنية على العلم النافع وأخلص فيها العبد لله عز وجل، فإنها تثمر ثمرة نافعة ينتفع بها العبد في الدنيا والآخرة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.